السلام عليكم. انا من الناس اللي خديت ابارتمونا في بروجي ديال البركه. صراحه لله كلنا كندبوا على النهار اللي تونجاجينا مع هاد الناس، حيت فريمون طلعوا نصابين، كيكذبوا علينا، كيعطيونا وعود كاذبه، فين ما درنا شي وقفه احتجاجيه ولا شي حاجه حنا كنطالبوا بالمسؤول، كنطالبوا بمول بروجي شخصيا انه يحضر معنا. هو والو ما باغيش، غادي غير كيتبادى في داك العنصريه ديالو. انا بالنسبه لي ديال انه هادشي ما عرفتش ضد ولا شنو. كاين الناس اللي تونجاجاو من 2017 18 19 راه بزاف الناس كاريين، الناس معذبين، الناس محنين فوق القياس، سيختو دابا هاد الجو ديال الشتا والبرد. الا كان هو كينعس هو مرتاح، راه النص هنايا كينعس وما مرتاحش فغيمو، فينا واحد الحرقه اللي خايبه بزاف بسبب هاد الناس. اثروا علينا ماديا معنويا نفسيا بزاف بزاف بزاف، حيت فريمون مشات ليا الهضره متسختو مع هاد كنجبد هاد السوجي هذا. بس زيدها مكملهم جمله انهم كيكذبوا علينا، وزيد ندير واحد ديكلاراسيون بعد الاخوان هنايا. ما فهمتش انا علاش نورمالمون الحق ديالنا حنايا اللي خصنا نديروا بها ديكلاراسيون ونديروا بها هاد الحاله كامله. حنا سبحان الله ضربني بكا سبقني وشكا، هي هادي هذاك الشيء اللي خصنا نورمالمون حنا نديروا مشى داروا هو. دابا حنايا بغينا فلوسنا، ما بغينا حتى شي حاجه، حنا بغينا غير رد لينا الفلوس ديالنا، ما بغينا منه حتى شي حاجه. هذوك الديور ياخذهم يربح بيهم، اعطينا فلوسنا، ارزقنا عباد الله، شدوا هو نعس عليهم، خلي الناس كيتمحنوا صافي لونطون، ماشي مده قصيره ولا مده راه بزاف، راه عيقوا هاد الناس بزاف. انا بالنسبه لي انهم هادو اكبر نصابين، خلاصة القول ان هاد الناس نصابين ديال مشروع البركه، وكنسطر تحت منها مشروع البركه. كيضحكوا على عباد الله بزاف. حنا دابا حاليا هاد الوقفه كنطالبوا اننا غير بغينا فلوسنا وتعويضات على هاد المده، هاد لابيريود كامله اللي جرنا فيها. نورمالمون خصو يعوضنا، راه الناس كاريين، الناس محنين، الناس ساكنين في السكن العشوائي بزاف، يعوضنا على هادشي ورد لينا فلوسنا. حنا هاد الديور ما بقيناش باغيينهم، ما بقيناش باغيينهم، يعطيونا فلوسنا والله يعاون. السلام عليكم. السبب ديال الوقفه ديالنا اخي الكريم هو ان هاد الناس هادو خدينا من عندهم، درنا معاهم لونجاجمون، درناه من 2017 حنا في الاواخر ديال 2021 وباقي ما داروا معنا والو، وفي العوض ما عطاونا المفاتيح ديال الشقق ديالنا. فاذا بنا كنتفاجئوا بانهم استدعوا بعض الاخوان، استدعاهم بعض الاخوان، قال لك ودي دخلتوا اقتحمتوا السكن. ماشي هو، ما بقينا فهمنا والو اخي الكريم. وهذا التعطال هذا راه نتج عنده، نتج عليه بزاف ديال المضرات بالنسبه للناس. كاين اللي ساكن، كاين اللي كاري، كاين اللي ساكن في الكراجات، كاين اللي كل واحد والحاله ديالو كيفاش دايره. المهم الخلاصه ديال القول هو ان الحاله مزريه، الحاله اللي وصلوا لها بعض الاخوان اللي جاوا داروا لونجاجمون عند السيد هذا راه حاله مزريه بسبب التاخير ديال هذا السيد هذا. والله يدير لنا شي تاويل ديال الخير مع هذا السيد. وحنا من هذا المنبر هذا حنا كنطالبوا باش تدخل السلطات ديال مدينه المحمديه على الخط باش تفك المشكل ديال هذا السيد هذا، لان راه ما الصبر صافي راه تقادر، ما قعدنا فين نزيدوا مازال نصبروا. السلام عليكم. المشكله اخويا اللي عندنا في هذه الاقامات ديال البركه اننا كنطالبوا بان بديورنا، كنتسناو، كان عندنا مشكل معاه تفك المشكل بالاحتجاجات اللي كنا دايرين، تفك لنا المشكل في العماله، كان عنده شي بلوكاج في العماله تحل، من ثم داز الجماعه، حنا الملف حنا تابعين وفيما مشى كنتبعوه، مشى للجماعات حيد من الكاداستر، دابا في المحافظه، حنا كنتسناو في ديورنا، فما بالك ان كنتفاجئوا بان كاين استدعاء للناس. هاد الناس ما دايرين والو، اللي وصلهم هاد الاستدعاء ما دايرين والو. حنا كنطالبوا بديورنا، كاينين الناس اللي كاريين، كاينين الناس اللي باغيين غير ديورهم، باغيين غير يسكنوا. حشومه هاد الشيء، والله الا حشومه. بنادم كيتسنى في ديورو حتى كنتفاجئوا بالاستدعاءات، قال لنا من هنا 15 يوم غيعيط لكم النوطير. كنتسناو فما بالك كنتفاجئوا بان الاستدعاءات وصلوا بهم الناس. حنا ما دايرين والو لهاد السيد، حنا باغيين غير ديورنا، كنا ظالمين، كنا مظلومين، صدقنا حنا اللي ظالمين. حشومه هاد الشيء والله حشومه. كل واحد شنو عاطي من 5 مليون تصبيق،
كيبدا من 5 مليون، كل واحد شكون عاطي، كاين اللي عاطي 14 مليون، كاين اللي كاري، كاين اللي بزاف الحوايج. واش غنقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كاينين الناس اللي دابا حنا ربع سنين، ربع سنين الناس اللي دابا باش دافعين من 2017 الديبي ديال 2017 دافعين الناس وباقي ما توصلناش بالسكنه ديالنا.